ضمن مبادرات التكافل الاجتماعي وتعزيز الأواصر بين الناس في شهر الفضيل، اعتاد مواطن من أهالي واسط مع عائلته إعداد مائدة رمضانية في مدخل شارع مدينة الكوت كتقليد سنوي لإفطار العائلات الفقيرة والمتعففة طيلة أيام شهر رمضان. مائدة رمضانية نصبت في شارع مدخل مدينة الكوت لإفطار المستطرقين والعوائل الفقيرة والمتعففة. الرجل الستيني علي محمد صالح اعتاد مع عائلته على إعداد المائدة كتقليد سنوي طيلة شهر رمضان. اكو عالم ظروفها صعبه، يعني حتى الفطور صعب عليهم، فيجي يفطر هنا. عندي جماعه الاغذيه والنواحي يكون وقت الفطور هو قريب هنا بالكوت، وتعرف المطاعم معزله وكذا. فعندي البارحه وفوق يمي جماعه من الناصريه بهم تقريبا بالعشرين واحد، مطاعم معزله وماكو احد وكذا، هذا فسوينا لهم اللي قاسمه الله. امي تسوي الاكل بالبيت وانا وابوي نسوي نحطهم بالسياره ونجي بالجامعات، لو بجوامع لو نجي نحطهم على الشارع هنا. بهذه المائده البسيطه أراد علي أن يثبت لنا ما أحوجنا اليوم للآخر في وقت يظن الكثير إن بعض التقاليد والقيم والمبادئ قد تلاشت، لكن المشهد جسد لنا أروع صور الكرم والعطاء. والله أنا قد ما هذا أسوي قاعد أفرح، أشوف العالم بوجوهها يعني شلون مرتاحة، فشي جديد يعني الحمد لله والشكر. إحنا العراقيين طبعاً كنا أهل غيرة، وهذا اللي نسويه قليلة، يعني كلش قليلة. هذه المبادرة الجيدة اللي نفتقرها صراحة إحنا في مدينة الكوت وفي كل مكان، اللي يحتاجها الفقير، اللي يحتاجها اللي ما عنده، يعني هذه المأدبة تكون في جزء بسيط مقدمة من الناس اللي يسرت الله عليهم. هذه المائدة الرمضانية المباركة التي نصبت وسط مدينة الكوت جسدت الكرم والعطاء والسخاء في شهر الرحمة والمغفرة. عباس العساوي، العراقية الإخبارية، واسط.